ممثل السهل بصراحة يعني، ما اعرفش، لازم يكون في حاجة. انا بشتغل مهنة بحبها وبستمتع وانا بشتغلها، وبحب اديها وقتها، وبحب اديها اكون انا مخلص فيها. بحس اني بستسهل لو عملت اي شخصية فيها استسهال وما فيهاش حاجة. في ثقة بيني وبين الناس انه بوعدهم انه انا اقدم لكم حاجة كويسة، ممكن مش بوم، ممكن ما تنجحش نجاح كبير، بس على الاقل محترم وعلى الاقل حقيقية. فالثقة دي ما اقدرش اكسرها واروح امثل اي حاجة او حاجة تافهة او شخصية عادية جدا. احنا في زمن ظروف مختلفة، ده كان ظروف صحيحة زمان، لانه انت لازم تغيب ولازم تختفي ولازم الايقاع بقى اسرع والحياة بقت اسرع، وممكن لو غبت تتنسي حتى لو كنت كويس. الايقاع مختلف في الحياة، واللي بيشوف الا الطلاق يمكن ما شافش صلة رحم، واللي شاف صلة رحم ما بيشوفش مفترق طرق وكده. فانت لازم تكون متواجد.